السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفو الصفحة 78 والصفحة 79. إذا غادي نشوفو الدرس ديال الميزان الصرفي والدرس ديال الأسماء الخمسة. إذا غادي نبداو بالسؤال الأول، أكمل بالوزن المناسب. إذا عندنا أفعال، غادي نحطو الوزن ديال كل فعل. كتب، إذا الوزن ديالو فعل. يكتب، يفعل. اكتب، افعل. السؤال الثاني، املأ الجدول بما يناسب من افعال. اذا لدينا الفعل ثم او لدينا الوزن، الان سنحدد الفعل. اذا فاعل مثلا لابس، يفعل يلبس، افعل البس. غادي ندوزو دابا للسؤال الثالث، املأ الجدول بالاوزان. اذا لدينا اسماء سنحدد الوزن، قادم اذا على وزن فاعل. اذا هذا الى شفتو فاعل راه اسم فاعل. مفتوح على وزن مفعول، اذا اسم مفعول، مفعول. مقلمة إذا على وزن مفعلة، اسم آلة، مفعلة. ثم لدينا رمح على وزن فعل، فعل. غادي ندوزو دابا للسؤال الرابع، أملأ الجدول بالأوزان المناسبة. إذا تفتح وزنها تفعل، تفعل. استغفر، استفعل، استفعل. طمأن، فعلل، طمأن، فعلل. الآن غادي ندوزو للسؤال الموالي اللي هو السؤال الخامس. إذا لدينا الأفعال، إذا في الماضي لدينا الأوزان، ثم لدينا أمر الفعل، ثم لدينا وزنه. إذا المطلوب منا أننا نحدد الوزن ديال فعل الأمر أو الفعل في الأمر. قال وزنه فعل، في الامر كنقولوا قل. اذا شنو تحذف؟ تحذف اذا العين ديال الفعل هو اللي تحذف. قل، اذا العين ديال الفعل تحذف. اذا حتى في الوزن غنقولوا فل، فل. رمى، اذا على وزن فعل. ارمي، ارمي. اذا هنا شنو تحذف؟ تحذف اللام ديال الفعل. اذا غادي نقولوا افعي، افعي، افعي. وقى، اذا وزنه فعل. اشنو تحذف هنايا في الامر؟ عندنا قي، حذفنا الفاء وحذفنا اللام، اذا بقات عندنا غير عي، عي. وصف، وزنه فعل. اذا امر الفعل صف، حذفنا الفاء، فاء الفعل صف، حذفنا الفاء، اذا بقات عندنا غير عل. الا لاحظتوا هاد الافعال معتله، وحنا كنشوف كنعرفوا بان تصريف الفعل المعتل كيكون الحذف ديال حرف العله في الامر. حذفنا هنايا حرف العله ديال الاجوف، حذفنا حرف العله ديال الناقص، حذفنا حرف العله ديال اللفيف المفروق هنا الواو والالف الممدوده، ثم حذفنا الواو ديال المثال هنا، اذا ديال فعل المثال وصفه. غادي ندوزو دابا كما قلت لكم الاسماء الخمسه. اذا غادي نجاوبوا على الصفحه 79. اسطر تحت الاسماء الخمسه فيما يلي، احترم اباك. اذا عندي اباك، احترم اباك وامك. ابوك وأمك لهما فضل عليك. إذا عندي أبوك، اسم من الأسماء الخمسة. اغسل فاك بعد الأكل، إذا عندنا فاك. أكمل باسم مناسب من الأسماء الخمسة، أباك، فيك، ذا. إذا أعاشر ذا مروءة، أعاشر ذا مروءة.
إذن هنا ذا جات إذا مفعول به منصوب، منصوب بالألف طبيعة الحال. إن أباك اسمه إن منصوب، إن أباك منصوب بالألف، إن أباك ميسر رزقه، إذا اسمه إن منصوب وخبره إن مرفوع. لا تضع إصبعك في فيك، إذا هنا مجرور، فيك مجرور بالياء، إذا عندنا حرف الجر. غادي ندوزو دابا السؤال الثالث، وسطر تحت كل اسم من الأسماء الخمسة وأعربه. ذو العلم يسعد، إذا عندي ذو، إذا هنايا جا مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء. استقبلت أباك صباحا، إذا استقبلت أباك، إذا عندنا أباك، أباك إذا هنا جاء مفعول به، مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة طبيعة الحال. سلمت على أخيك، إذا عندنا حرف الجر وعندنا اسم مجرور، إذا هنا الإعراب ديال أخيك اللي هو اسم من أسماء أو من الأسماء الخمسة جاء اسم مجرور بالياء وعلامة جره، أو اسم مجرور بحرف الجر على، إذن وعلامة الجر ديالو هي الياء لأنه من الأسماء الخمسة بطبيعة الحال. غادي ندوزو دابا، غادي ندوزو دابا الجملة، إذن شكل الجملة ثم الإعراب. اعطف على أخيك الأصغر، إذن اعطف فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون، والفاعل إذا ما نسوش الفاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، على إذا على حرف جر، حرف جر. أخيك، أخيك اسم مجرور وعلامة جره الياء، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، إذا ما نساوش الكاف، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. بقات لنا الأصغاري، إذا الأصغاري هذا نعت حقيقي تابع لمنعوتي، إذا نعت حقيقي تابع لمنعوته، إذا في جميع صفاته وحركته. إذا هذو هما الأجوبة الخاصة بالأسماء الخمسة، إذا شفنا الميزان الصرفي والأسماء الخمسة. إذا موعدنا إن شاء الله في الفيديو القادم مع فهم المقروء، بيت الذاكرة، ثم التقويم، جائزة أجمل حي، دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.